فيضانات وسيول جارفة أغرقت مدينة سكيكدا بموجب التساقط الكبير للأمطار مقابل غياب كلي للسلطات المحلية المسؤولة، ما جعل أغلب الأحياء تسبح في برك مائية ومستنقعات. ديزاني مش غير يوم ولا غدوة، ديزاني وهي هكد تجي يا خويا دير شوية من نوبارك شوية مش بزاف، انت وتشوفها الناس مساكن ما يقدروش يخرجوا، هذاك هاولك حانوت واحد واحد ما يدخل عنده. ديما هكذا كل الشيء هكذا، وعندنا بالسكان تاعنا ما نقدروش نعديو منه. مدارس مغلقة ومحلات تجارية مقفلة وسكان مسجونون داخل هاته العمارات، وآخرون يعيشون الرعب الحقيقي كلما حل موسم الشتاء. عندنا خمس أيام والماء هكذا، لا ما كان حتى السلطات اللي جات لهنا وقالت استنى نشوف مع المواطنين هذو. كما يقول لك العبد باش تخرج من الدار ما تنجمش، عيب والله عيب. يعني رانا ساكنين في البلاد دوار خير منا ولا مؤسسات الدراري ما يقدروش يدخلوا يقراوا. يقول لك الكراف نتاع الاساتذه، كيف الكراف نتاع الاساتذه الوغ هما ما خادمينش الطرق باش الدراري يعديو. السكان هنا ابدوا تذمرا كبيرا من الطريقه التي تتعامل بها السلطات المحليه مع مثل هذه الكوارث الطبيعيه ومشاريع البريكولاج التي تقوم بها في كل مناسبه. كاين دي ترافو ما يخدموش ما يكملوش الخدمه تاعهم صيفه كامله هما مريحين، الوغ كو نورمالمون لي ترافو باش داسينيسمو هذولا تاع الماء نورمالمون يخدموهم في الصيف. يوجدوهم عطاتنا العام هذا عطانا الوقت باش حتى لنوفمبر هو صيف، ما واحد ما يخدم. ما داروش الكار كبار داروهم صغار، دوك كون تاي خرعه تاع موناد ولا حاجه يبوشي كلش. والخدمة ما نتاع البلدية ما كان حتى واحد شفتو يجي يخدم ولا نيتواي. خدم خدمة عديمة ما تعاودش هادي، فهمت؟ البروبليم كيما قال لك تاع لي روكار لي بيس تاعهم صغار هما يكونوا كبار باش يسرحوا مليح، وهادو لاها كيما يقول لك البنايات سيرة البنايات هادو لاها ما صالحينش. الحقيقة أن هذه المشاهد تتكرر سنويا مع مجيء كل موسم شتاء، وكلما تجاوزت نسبة التساقط 20 ملم بسبب الإهمال واللامبالاة وعدم الجدية في أشغال الصيانة والوقاية من الفيضانات.